الناس تبطل شغل. بالتأكيد الإرادة تموت والرغبة في الحياة كمان. الإحساس ميت. المشاعر معدومة. القدرة على الفعل مفيش. الغريزة الأكل بس زي الخنازير. دكتور لو فرضوا في قوى معادية عايزة تقضي على شعب تعمل إيه؟ اللي احنا قلناه ده يكفي وزيادة. وانت شايف إيه؟ ممكن تكون حالة إحباط عامة. برامج التلفزيون أحيانا بتجيب إحباط، قراية الجرايد بتجيب إحباط، كتر سماع الكذب بيجيب إحباط. الخوف من المستقبل ممكن يعمل خلل في كل وظائف الجسم. طب مش ممكن يكون في سبب ملموس، سبب مرضي مثلا؟ مفيش غير المخ. ممكن كل وظائف المخ تصاب بالخلل. والعمل؟ العمل العلم. العلم احنا متشكرين قوي يا دكتور.